مارس. الامتحان كان سهل ولا صعب النهارده؟ مش عارف. كان جميل قوي. مش عارف والله. يعني انت ما حليتش؟ حليت حليت كله. امال ايه بقى؟ تمام. اسال اللي حل. انت مش عارف سهل ولا صعب؟ لا لا بس حليت حليت من نفسي. حليت مجهودي مجهودي ما غشش معاك. ما غشتش برضه اللي كانت صعبه. تمام. انت شايف ان كان وقت الامتحان كان مناسب؟ لا كنا محتاجين ربع ساعة كمان. الامتحان اللي امتحنته النهارده بتفضل تمتحن ورقي ولا الكتروني؟ لا ورقي. ورقي افضل من الالكتروني. كان في مشاكل في التابلت النهارده يعني؟ لا ما كانش في مشاكل. تمام.